أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني أليسا. الله، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تسديدة من أول لمسة، كرة باتجاه المرمى. الله، مارواك ينجح في التسجيل. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يلعب كرة بينية، كريستيان فييري وينجح في تسجيل الهدف. قراءة ممتازة من الدفاع. علي صعب تلعب كرة جميلة، جول. لمسة بينية، كرة كريستيان فييري يلعبها في المرمى. ينطلق إلى الأمام بسرعة ديل بييرو، يمرر كرة قوية. يحاول تمريرها من فرصة للتسديد. يلعب كرة، يا إلهي، هدف قوي، تمكن من افتكاك الكرة. فرانشيسكو توتي، هل يمكن أن فرانش، يا إلهي، ناجح الكرة. كرة طويلة للأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ضغط قوي وينجح في استعادتها بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن كثير من الأشياء الرائعة في مباراة اليوم، أكثر ما لفت الانتباه اليوم أداء المهاجمين، شيء غير عادي هذا اليوم. مباراة كبيرة من خط الهجوم، هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكورة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات قادمة، ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة. Are you not entertained?